اهلا بيك في فيديو جديد هنا على القناة من سلسلة اخبار الانمي، السلسلة المعروفة هنا على القناة اللي بستعرض فيها ابرز الاخبار على مدار الاسبوع، واذا كانت الاخبار دي عن انميات جديدة تم الاعلان عنها او مواسم جديدة او اخبار بشكل عام عن عالم الانمي. فاهلا بيك في فيديو جديد من سلسلة اخبار الانمي، وقبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان ما تفوتكش كل الاخبار الجاية. وخلينا نبدأ مع اول خبر معنا النهاردة، هو خبر عن انمي بوكو نو هيرو. لو انت متعرفش، فانمي بوكو نو هيرو كان المفروض هينتهي قريب جدا، ومش الانمي تحديدا وانما المانجا. المانجا بتاعت انمي بوكو نو هيرو هتنتهي بشكل نهائي، وده مع نهاية القصة. لكن الخبر الجديد اللي تم تحديده عن موضوع نهاية انمي بوكو نو هيرو هو ان المانجا هتنتهي يوم 5 اغسطس. ولو انت بتتابع المانجا فانت كده فاضلك 5 فصول بس لحد ما المانجا ما تنتهي، وده ممكن يكون واحد من اكتر الاخبار الحزينة لو انت واحد من فانز انمي بوكو نو هيرو. العمل المحبوب بوكو نو هيرو هينتهي خلاص. وخلينا نروح للخبر اللي بعده. الخبر اللي بعده هو عن انمي بلو لوك الموسم الثاني. الموسم الثاني تم الاعلان عنه من فترة، وتم الاعلان كمان عن موعد عرض الموسم الثاني، لكن اللي تم الاعلان عنه مؤخرا هو ان الانمي هيكون عبارة عن 14 حلقة. الموسم الثاني هيكون 14 حلقة باختصار. ولو انت متعرفش الموسم الثاني هيتم عرضه امتى، فهيتم عرضه في شهر اكتوبر، يعني شهر 10 من سنة 2024، يعني بعد كام شهر هنقدر نشوف الموسم الثاني. فانت ايه رأيك في الموضوع ده، وهل انت متحمس ولا لا؟ وخلينا نروح للخبر اللي بعده. والخبر اللي بعده هو عن انمي غيلان طوكيو. غيلان طوكيو العمل الشهير اللي اتعرض من فترة كبيرة جدا، في اخبار جديدة عنه هيتم الاعلان عنها يوم 3 يوليو، واللي غالبا هيكون ليها علاقة ان الانمي ده هيحصل على اعادة انتاج للانمي ده. الانمي ده واحد من الاعمال اللي كانت كويسة جدا، لكن الاستوديو كان دمره بالمعنى الحرفي. اذا كان ده بسبب التحريف او نوعا ما مداش الانمي ده حقه، وده اللي يخليه يستحق انه يتعمل له اعادة انتاج. فاتمنى ان يوم 3 يوليو يتم الاعلان عن اعادة انتاج الانمي غيلان طوكيو. وخلينا نروح للخبر اللي بعده. والخبر اللي بعده بيتكلم عن الانمي اللي اسمه طويل شوية، واللي اسمه الجسد كالامير السابع، وده ممكن يكون واحد من الاعمال الغريبة شوية، واللي بتتكلم عن واحد بيتنقل لعالم تاني والجو ده برضه، وده واحد من الانميات الغريبة اللي تصنيفها ايسيكاي. الانمي ده في ناس كتير جدا شافته وقالوا ان عليه انه انمي حلو، بما ان كمان البطل اللي فيه يعتبر واحد من الابطال الاقوياء، ودي ممكن تكون ميزة لو انت متابعتش الانمي ده قبل كده. المهم ان الانمي ده تم الاعلان عن موسم تاني ليه، فلو انت مشفتش الموسم الاول انصحك انك تشوفه عشان في موسم تاني تم الاعلان عنه. غير كده في ناس كتير جدا بترشح الانمي ده. وخلينا نروح للخبر اللي بعده. والخبر اللي بعده هو عن ون بيس، او تحديدا عن مؤدي صوت سابو. سابو الشخصية المعروفة في انمي ون بيس، مؤدي الصوت ده بطل تأدية صوت. أي مؤدي شخصية سابو مش هيأدي صوته تاني أو أي صوت تاني في عالم الأنمي، وده بعد ما تم الإعلان إنه اتحرش قبل كده بواحدة من فانز أنمي ون بيس. أيوه بالظبط كده، وده اللي خلاه يتوقف عن تأدية الأصوات بشكل كامل، غير طبعا الحاجات التانية اللي هتحصل بعدين بسبب اللي هو عمله ده. وده واحد من الأخبار الغريبة اللي تم الإعلان عنها في الفترة الأخيرة. وخلينا نروح للخبر اللي بعده. والخبر اللي بعده هو عن أنمي رانما نص. أيوه اسمه كده رانما نص. الانمي ده كنا شفناه زمان على قناة سبيس تون، ده كان واحد من الانميات الشهيرة جدا اللي كانت بتتعرض زمان على سبيس تون، واعتقد انك فاكره بشكل ما. المهم الانمي ده حصل على اعادة انتاج، وده واحد من الاخبار الكويسة جدا لو انت كنت واحد من فانز الانمي ده او شفته وانت طفل على سبيس تون. فلو انت واحد من فانز الانمي ده خليك متحمس لاعادة الانتاج. وخلينا نروح للخبر اللي بعده. والخبر اللي بعده هو عن طوكيو ريفينجرز. طوكيو ريفينجرز الانمي المعروف والشهير جدا، واللي اتعرض منه لحد دلوقتي 3 مواسم. المهم العمل اللي الناس كلها بتحبه ده تم الاعلان عن موسم رابع ليه. ايوه بالظبط كده، تم الاعلان عن موسم رابع. ايوه انا ممكن ما اكونش بحب الانمي ده، لكن ليه فانزات كتير، وده خبر حلو ان انت واحد من فانز الانمي ده. وخلينا نروح للخبر اللي بعده. والخبر اللي بعده هو عن انمي الشهير كسر الريح او ويند بريكر. المهم من الانمي ده تم الاعلان عن موسم تاني ليه، واللي هيتم عرضه في سنة 2025. فلو انت واحد من الاشخاص اللي شافوا الانمي ده فده ممكن يكون واحد من احسن الاخبار ليك، واللي يخليك متحمس للسنة الجاية وعشان تشوف فيه العمل ده. بما ان الموسم الاول خلص فانت المفروض تقعد تستنى الموسم التاني. وهو ده الخبر اللي كان معانا عن انمي كسر الريح او ويند بريكر. وخلينا نروح للخبر اللي بعده، هو عن انمي بلاك كلوفر. انمي بلاك كلوفر تم الاعلان ان في شابترين كمان هينزلوا له، يعني المانجا هينزل لها فصلين يوم 8 اغسطس، يعني اخيرا المانجا هترجع بفصلين جداد، وده واحد من احسن الاخبار لو انت واحد من فانز العمل ده، بما ان المانجا متوقفه بقالها فتره. فالمانجا هترجع يوم 8 اغسطس بفصلين جداد. هو ده كان الخبر عن انمي بلاك كلوفر. خلينا نروح للخبر اللي بعده. والخبر اللي بعده هو عن انمي فيري تيل. فيري تيل لو انت مش فاكر فهينزل له موسم جديد، اللي بعنوان مهمه ال100 سنه،
او حاجه شبه كده. المهم ان تم الاعلان ان الموسم الجديد ده هيكون 25 حلقه. ايوه مش اطول حاجه، لكن ده واحد من احسن الاخبار لو انت واحد من فانز الانمي ده. وخلينا افكرك ان الانمي هيتعرض يوم 7 يوليو لو انت مش فاكر. ففيري تيل الموسم الجديد هيكون 25 حلقه وهيتعرض يوم 7 يوليو. وخلينا نروح للخبر اللي بعده، والخبر اللي بعده عن المنهوة الشهيره واللي اسمه وجه نظر قارئ يعلم كل شيء. ودي واحده من اشهر المنهوات واللي في ناس كتير جدا قراتها ونصحت انك تشوفها. لكن المهم لو انت متعرفش المنهوة دي حصلت على انمي، وكمان حصلت على انمي ده مش من اي استوديو، وانما الاستوديو اللي عمل قاتل الشياطين. ايوه الاستوديو الشهير جدا اللي عمل قاتل الشياطين. فده اللي يخلينا ان احنا نتوقع حاجات كبيره جدا من العمل ده، غير طبعا ان اصلا العمل ده كمنهوة هو ممتاز. فتخيل بقى العمل ده يتحول لانمي، وانمي كمان من استوديو قاتل الشياطين، هيكون حاجه ممتازه جدا. خلينا اعرفك ان حسب التسريبات الانمي ده هيتم عرضه سنه 2026، وده حسب التسريبات، لكن المعلومات الرسميه يتم الاعلان عنها يوم 5 او 6 يوليو. فاشترك في القناه عشان توصلك كل الاخبار اول باول. وخلينا نروح للخبر اللي بعده، والخبر اللي بعده هو عن قاتل الشياطين، او باختصار الموسم الجديد من انمي قاتل الشياطين. بعد ما الموسم الحالي انتهى، فجي وقت ان الموسم الجديد يتم الاعلان عنه. لكن اللي انت متعرفوش ان الموسم الجديد من الانمي ده هيكون عباره عن مجموعه من الافلام، مجموعه من الافلام بتستعرض اخر ارك، واللي بعنوان القلعه اللانهائيه، واللي المفروض فيها الهشيره هيقتلوا فيها موزان كنوع من انواع الارك الاخير وكده. المهم ان الارك الاخير ده هيتم عرضه في مجموعه من الافلام، وحسب التسريبات فالافلام دي هيتم الاعلان عنها الاسبوع ده. يعني الاسبوع ده هيتم الاعلان فيه عن كام فيلم من انمي قاتل الشياطين، ودينا قاعدين ومستنيين هنشوف هيعلنوا عن كام فيلم لعمل ده. وطبعا متنساش تقول لي رايك في الموضوع ده، وهل انت متحمس لفكره الافلام ولا لا. وبس كده، هي دي كل الاخبار اللي معانا النهارده. اتمنى تكون الاخبار دي كلها عجبتك، واننا نكون شاركنا شويه اخبار كويسين معاك. وفي النهايه ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه عشان ده بيساعدني جدا ان نستمر، وعشان ما تفوتكش كل الاخبار الجايه ان شاء الله. وبس كده، اشوفك الفيديو الجاي. سلام.